السلام عليكم خوتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة استخراج لا بواطا فيزيبل من هذا الموقع. هذا الموقع جد سهل، زعما ماشي شي حاجة بالنسبة لي ما عندوش لي بروغرام مثلا بحال الاوتو داتا ولا الهاينس. يستغل هذا الموقع ويجبد مثلا، كاينين بزاف، كاينين تقريبا بزاف ديال انواع ديال السيارات كيف ما كتشوفوا هنايا، الشيفولي، سيتروين، داسيا، دوج، فيراري، فيات، الفورد، الهوندا، ايسوزو، جاكوار، الجيب، الكيا، تقريبا كل شيء، مرسيدس بنز، نيسان، اوبل، بوجو مثلا على سبيل المثال ناخذ بوجو مثلا وتيعطيوك لي مارك كيف ما كتشوفوا 1007 106 107 108 مثلا، حنا ناخذ 206 كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كيف ما كتشوفوا تيعطيونا لي موديل، السنة، السنة واش من 2003 ل 2010، 2000 من 2000 2002 لك وإلى آخره. مثلا على سبيل المثال حنا ناخذ الأولى من 2003 ل 2010 ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا اخوتي في يوز بوكس ان انجين كومبارتيمون، هادي لا بواطا فيزيبل اللي كاينه في كومبارتيمون موتور. كيف ما كتشوفوا اخوتي فيها تقريبا فيها 18 فيزيبل، وكل فيزيبل عنده الشرح ديالو كيف ما كتشوفوا هنايا. ها هو الفيزيبل الاول، شحال فيه لومبيراج كيف ما كتشوفوا، ها الوظيفة ديالو. مثلا عندنا الفيزيبل الثاني فيه 15 أمبير، الوظيفة ديالو هو هذا بومب، فيها جوج ديال الوظائف، بومب دو كاربيرون، فيها الكتروفان دو كانيستير. والفيزيبل الثالث ابي لا بيس، والرابع انجن مانجمنت يونيت، يونيتي دو كوموند موتور. الخامس ما فيش، السادس فرونت فوغ لامبس، لونتي بغوية. بالنسبة لي ما عارفش اللونجلي، يدير اللغة العربية مثلا، يكليكي هنا يسيليكسيوني، ما فهمش اي هاد بلوس، يدير تخادوي، يدير اللغة العربية، مصابيح الضباب الأمامية كيف ما كتشوفوا وإلى آخره يا أخوتي. من بعد تهبط كيف ما كتشوفوا عاوتاني هنايا، هادي اللي كاينة في الداتشبورد، اللي كاينة في الداخل ديال اللي كاينة تحت في يوز بوكس أندر الداتشبورد، اللي كاينة تحت السائق كيف ما كتشوفوا، في يوزات، على الامبيراج، على الوظيفة ديالهم. المهم هاد الموقع زوين، المهم استغلوه اخوتي. المهم كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، غير بغيت نبارطاجي معكم اخوتي هذا الموقع. المهم والسلام عليكم.